الحلقة الثالثة والأربعون في تفسير جزء عام، الحلقة الأولى في سورة التين. ما موضوعات سورة التين؟ الموضوع الأول قسم بأعظم أماكن يحبها الله، خلاص. الموضوع الثاني على أن كل إنسان عمله مقطوع إلا الدائمون. الموضوع الثالث هذه الأحكام دليل على أنها أحكام من الله. الموضوع الأول قسم بأعظم أماكن يحبها الله، والتين والزيتون ده المقسم الأول، أقسم بمحلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث فيها عيسى ابن مريم، ونسبت للشجرتين لأنها أشهر مكان يزرع فيه التين والزيتون. وطور سنين ده المقسم الثاني، أقسم بجبل الطور الذي فيه سنين، الذي في سنين زي سيناء، أي سيناء، سنين اسم من أسماء سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمره. وهذا البلد الأمين المقسم به الثالث، أي أقسم بمكة وهي البلد الأمين الذي من دخله كان أمينا، وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أولم يروا أن جعلنا لهم حرما أمينا ويتخطف الناس من حولهم. طب لماذا أتى الترتيب عيسى موسى محمد عليهم السلام رغم أنه يخالف الترتيب الوجودي؟ لأنه أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم الأشرف منهما. ده القسم، ربنا بيقسم بثلاث أماكن بعث فيهم ثلاث أعظم أنبياء. طيب اللي بعد كده الموضوع التاني، على أن كل الناس عملهم مقطوع إلا الدائمون. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني خلقا وشكلا، ثم رددناه أسفل سافلين، يعني ثم للتراخ الزمني أي بعد فترة من الزمن، رددناه أسفل سافلين يعني أرذل العمر، حتى انحنى ظهره فكان أسفل الناس، وترتب على ذلك انقطاع عمله. فلو بيقرأ قرآن يعني نظره ضعف، ولو بيصوم عنده السكر، ولو بيصلي ركبه بتوجعه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا هرموا وانقطع عملهم لضعف جسدهم فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، فيكتب لهم ما كانوا يعملونه حال صحتهم. والدليل على صحة التفسير دوت خلافا لتفسير ابن القيم ومجاهد اللي هي رددناه إلى النار، أول دليل قال الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال وهذا تفسير ابن عباس وإبراهيم وعكرمة وعطاء والكلب وإبراهيم. ثالث حاجة ترجيح ابن جرير الطبري، بيقول وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة قول وان قال معناه ثم رددناه إلى أرذل العمر. الموضوع الثالث هذه الأحكام دليل على أنها أحكام من الله. فمن يكذبك بعد بالدين؟ تعجب في من يقدر على تكذيبك يا نبي الله في الدين، أي بالرسالة والبعث والنشور. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ فهذا الحكم السابق استمرار الأجر للشيخ المسلم لاستمراره على الطاعة لا يصدر إلا من أحكام الحاكمين. وقد اختار الطبري فقال وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معنى ما معنى من، ووجه تأويل الكلام فمن يكذبك يا محمد بعد الذي جاءك من هذا البيان بالدين. المستوى الثاني في سورة التين، ما مكان نزولها؟ مكية، نزلت بعد البروج، ترتيبها 95، عدد آياتها 8 آيات، عدد كلماتها 34 كلمة، عدد حروفها 150 حرف. ما الأقوال التي لم نرجحها في التين والزيتون؟ أول تفسير التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر، وده قول الحسن وعكرمة. تاني التين مسجد في دمشق والزيتون بيت المقدس، وده قول كعب الأحبار. التين مسجد نوح والزيتون مسجد بيت المقدس، ده قول ابن عباس من طريق العوفي. دول الثلاث تفسيرات اللي احنا رفضناهم وما خدناش بيهم. طيب ايه الدليل
على خطأ هذه التفسيرات. أولا لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يسمى زيتون. تاني حاجة لأن الله سبحانه عطف على هاتين أسماء أماكن، وهذا يشير إلى أن المراد بالقصم هاتين الشجرتين وأماكن نبتهما، لأنها معطوفة على مكان طور ومكان البلد الأمين، وديك من مكان. وإجماع المفسرين البلد الأمين هي مكة. ثلاثة، تفسيرنا هو تفسير قتادة وابن زيد وغيرهم، هو وغيرهم قالوا المسجد المقدس. هذا موافق لما كان في آخر التوراة، ذكر هذه الأماكن الثلاثة، فقالوا في التوراة جاء الله من طور سيناء، يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، وأشرق من سعير، يعني بيت المقدس الذي بعث فيه عيسى، واستعلن من جبال فزان، يعني جبال مكة التي أرسل منها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا رجحنا التفسير وطور سينين بجبل سيناء ولم نرجح طور سينين ده جبل بالشام؟ أو قال الطبري وأولى الأقوال بالصواب من قال طور سينين جبل معروف، لأن الطور هو الجبل ذوي النبات، فإضافته إلى سينين تعريف له. ولو كان نعتا للطور كما قال من قال معناه الحسن أو مبارك لكان الطور منونا، وذلك أن الشيء لا يضاف إلى نعت لغير علة تدعو إلى ذلك. ورد ذلك عن الحسن، ورد ذلك تفسيرا عن الحسن وكعب الأحبار وابن عباس. إيه أهم الحديث الضعيف في الباب؟ حديث من إذا قرأها قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. كده خلاص سورة التين، والحلقات الجاية كلها حلقات قصيرة يعني إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله.